أرضك أرضي وأرضك أرضي يا فلسطيني. في حاجة ممكن تبقى بالنسبة لناس حاجة مش مهمة خالص، لأن هو يعني كذب المنجمون ولو صدفوا، ناس تقول لك ولو صدقوا، بس التانية مقلوبة على فكرة إن في ناس معينين دكاترة، طبعا دكاترة يعني دارسين في علم الفلك وعلم الطاقة، عندهم حسبة كده يقولك أنا مش بتوقع المستقبل، أنا مش بتوقع، لما نقول لهم لا يعلم الغيب إلا الله يقولك أنا مش بتوقع المستقبل، أنا بس في حسابات معينة ربنا اللي خلقها وعلمها لنا أو حطها لنا في علم تخلينا نعرف القريب ممكن يحصل فيه إيه. طلعت الدكتورة ليلى عبد اللطيف في لقاء قالت ايه، ورينا كده، ايوه ورينا الفيديو. العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة، وذلك بسبب تفجيرات تطال احد المستشفيات بالعالم، مما بيتعرض هذا المشفى الى اطلاق صواريخ من الجو يؤدي الى هدم وتدمير هذه المستشفى او المستشفيات، وهذا الحدث سيكون في دولة تعاني من هويلات الحرب. طب التفصيل بالتفصيل، يعني في ناس ساعات تيجي تقول لك ايه حاجات من بعيد كده، ده بالتفصيل هيتضرب كذا وهينتج عليه كذا والبلد هتبقى كذا، وطبعا لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. دكتوره ليلى اهلا بيكي. اهلا بيكي مدام ريهام، ازاي حضرتك؟ والله الحمد لله. انا متابعاكي. انا كنت مش ده شرف ليا والله، انا كنت اتمنى شرف ليا اكتر. انا قالوا لي انا ما عم بطلع، بس لما قالوا لي انا عارفه، قلت لهم انا عارفه ان ظهورك يعني قليل جدا جدا جدا، ولكن انا لسه كنت بقول ان الناس كتير قوي هتقول ان حكايه التنبؤات والحاجات دي كلها يعني ربنا حرمها، ولسه كنت بشرح للمشاهدين إن زي حضرتك ما بتقولي دايما ان ده علم، ونتيجة هذا العلم اللي ربنا ادهولك بتقدري تحسبي حسابات معينة او تعرفي حاجات معينة في المستقبل القريب، ولا انا غلطانة؟ اشرحي. لا هو مش علم، لانه ده ما حدا بيقدر يتعلمه. يعني انا بقول هيدا هي نعمة استاذة ريهام، رب العالمين بيعطي الانسان نعمة النسيان، نعمة الرزق، نعمة الصحة، نعمة الزكاة، ونعمة الإلهام. يعني نحن يعني أنا دايما بقول كنت طفلة، كان عندي 12 سنة لما أنا بلشت أحس بالأشياء وتصير الأشياء. هو الوالد قصدك إن حضرتك اللي عندك حدس يعني أيوة، هو حدس بس حدس قوي. يعني أنا شفت الشيخ مصطفى الرفاعي الله يرحمه، كان من سنين طويلة يعني من 25 سنة تقريبا. فقال لي مدام ليلى أو أم فهد، اللي أنت عندك يا ما حدا بيعلمه إلا رب العالمين، لأنه أنا من أنا وطفلة أنا لا بفهم في التوقعات والتنبؤات، فقط للأنبياء ولا يعمل من الغيب إلا رب العالمين. لكن أنا من وين جبت هيدا؟ هلا أن كان والدي شيخ أزهر، أنا والدي مصري، كان شيخ أزهر توفى كان عمري 7 سنين. حضرتك والدك كان شيخ شيخ أزهري في مصر؟ نعم توفى الوالد كان عمري 7 سنين. كانت تقول الوالدة، والدتي اللبنانية، كانت تقول لي إنه أبوك الله يرحمه كان بحس بالأشياء ودايما يقول لهم على حاجة وتصير، طبعا ضمن البيت ضمن العائلة. يعني ما كانش، وكان إمام مسجد، أبويا كان إمام مسجد برضه، فهو كان عنده هالحد. أنا يمكن الله هو العليم ما بقدر أحسم، لكن أنا يمكن طلعت مثل الوالد. وأنا لما مدام ريهام أنا كان عمري 12-13 سنة، يعني لا بفهم في التوقعات ولا التنبؤات ولا أشياء، لما أقول حاجات كانت تصير سبحان الله. يعني حتى وكل سنة بحس حالي أنا بدون اي شيء عم بقوى عن سنه، كل سنه بقوى عن سنه. كيف هيدا الالهام؟ انا
يعني انا بصراحه بتقوي قصدك، بتحسي بالحاجه وبتحصل. نعم يعني انا ما كنتش كده من 10 سنين ولا من 20 سنه، كل سنه بقوى يعني بقوى. انا احيانا بكون قاعده في الطياره، بكون قاعد حد شخص فبيسلم عليا وبقول له اشياء يعني بيذهل فيها انه انا بعرفه منين، يعني هيدي وانت ما تعرفيهوش اصلا. ابدا ابدا مدام، يعني انا من سنين من التسعينات اول ما طلعت على التلفزيون من التسعينات ما كانش فيه موبايل، وكانت العالم تبعت رسائل عبر الام تي في وانا اجاوب على الرسائل دي بدون ما اعرف الناس. يعني كيف كده؟ يعني في مثلا في حضرتك حاجه حصلت مع الله يطول عمره استاذ ربيع الخولي الفنان اللي كان فنان ودلوقتي هو خوري، فانا اول ما استضافوني بالتسعينات قلت له انك انت حتفقد شخص عزيز عليك وبشوفك في الكنيسه بتصلي له لهذا الشخص. هو فقد اخوه على الموتو وصار خوري. طب يعني هذه بالتسعينات. قولي لي لما كنت بتقولي على تلفزيون الجديد الـ 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 الحكايه دي، هل كنت عارفه انها فلسطين او كان في دماغك انها فلسطين؟ نعم اكيد. انا لما انا حكيت عن فلسطين وحكيت عن غزه طبعا حكيت بالتفاصيل وعندي الفيديوهات بالتفاصيل، بس الناس هي بتجيب من الارشيف وبتحط. يعني انا يعني انت يا دكتور ليلى ممكن تحسي دلوقتي هيحصل ايه في غزه؟ ايوه بس مدام ريهام انا يعني انسانه وبشر، يعني انا بحس يعني انا عم شوف الاطفال على التلفزيون يعني ما لي نفس اطلع من البيت وبعيط وما فيش نفس لحاجه خالص، يعني عم نشوف المناظر هاي حياه عمرها ما كانت. لا يعني قصدي يعني هل 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 حضرتك احساسك ده حاسه دلوقتي ان ده هيتوقف اطلاق النار ولا هيكمل حرب ولا ايه؟ والله انا يعني انا الوضع بصراحه الوضع بعده صعب مدام ريهام، الوضع صعب. مش عايزه تقولي يعني يعني لا الوضع صعب يعني اكثر ما بنتخيل، يعني بتمنى انه ما تمد شهرين او ثلاثه، الوضع صعب الوضع صعب. يعني ما عندكيش اي احساس يعني تجاه الحكايه؟ انا مدام ريهام انا من سنين توقع ويا ربي تثبت الرؤيه دي، اني قلت شايفه المسلمين واخواننا المسيحيين بيزوروا القدس يوما ما، بنشوفهم عم بيزوروا القدس. يعني هيدا التوقع انا بعده في مخيلتي في رؤيتي وبالهامي، وبقول دائما يعني اخواننا الفلسطينيين اللي عم بيشوفوه بغزه ما بنقول الا لهم يعني الدعاء لهم، لكن الوضع حيكون بعد اصعب صراحه. يعني انا والله ينصر اخواننا الفلسطينيين وتكون نهايه الحرب، لانه شيء ما بيتصور العقل، شيء ما بيتصور العقل صراحه. وما كنت بتمنى انا ابدا توقعي هذا يصير، لكن الناس صدقيني يا مدام ريهام الناس عندها ارشيفي على اليوتيوب، بتفوت بتدور على الاشياء اللي انا قلتها وهم بينزلوها، مش انا ومش انا عارفه ومش بالوقت ده ومش بالوقت ده، حرام يعني. لا طبعا انا مش بقول ان ده حصل عشان انت قلتي كده، انا مش بقول كده. أيوة. انا بقول ان فاهمه ان غريبه بس ان الوصف كان بالدقه دي. بتمنى مدام ريهام بتمنى اني اكون يعني صريحه، بتمنى اجتمع فيكي اعمل حلقه معاكي، وممكن عندي اشياء يعني انا نفسي اعمل حلقه معاكي. بس هو انت موجوده في مصر؟ انا جايه مصر ان شاء الله قريب، وبعدين انا لازم انتخب، انا كمان بحق لي اني انتخب في مصر، فلازم انتخب. انت حضرتك مصريه؟ نعم ايوه، معايا باسبور مصري ومعايا باسبور لبنان، لكن عايشه بلبنان. انا لازم انتخب. انا عايشه بين لبنان ومصر والسعوديه. طب قولي لي بقى الوضع في لبنان ايه؟ الناس خايفه جدا جدا يا مدام، اكيد اكيد الناس خايفه كلها من بعد ما اخذ السيارات من المطار، بعد ما المطار عم يتهدد، من بعد يعني اكيد الناس خايفه ومرعوبه، خصوصا باليومين دول الناس خايفه. توقعتي قبل كده استقرار الوضع الاقتصادي في مصر؟ نعم صحيح، وبعدني بتوقع هالشيء نعم. انا بقوله على فكره، انا بس عشان ما حدش يهاجمنا احنا الاثنين،
احنا ما بنقولش ان الكلام ده مصدق ولا اكيد هيحصل ولا مش كده، لا انا بس نحن بنتمنى الخير ما بالظبط بشرة خير بس يعني مش لا اكتر. لا حبيبي مش شوف مش الخير انا بالنسبة لي يعني قولوا دايما الخير عشان تجدوه، يعني دايما نحن بنقول تفاءلوا تفاءلوا في الخير عشان تجدوه. بس سبحان الله يعني انا كمان عندي كان لحضرتك اذا بتحبي يعني توقع بس كده انه بعد المواقف المشرفة للرئيس السيسي لأحداث غزة ومواقف داخل وخارج مصر مع الإنجازات المهمة اللي عم بيقوم فيها الرئيس السيسي بدون منازع، أنا بشوفه هو رئيس مصر للمرة الثالثة، والله يحمي الشعب المصري والسيادة المصرية والحكومة المصرية وجيشها يا رب. أنا بشكرك جدا يا دكتورة ليلى، ولو ما جيتيليش مصر أنا هجيلك بيروت. لا أنا هجيلك مصر والله وأعمل حلقة معاكي يعني كل شيء بيتعلق في مصر والاحداث اللي عم تصير، لانه انا كإلهانة بحس في احداث باذن الله باذن الله لفلسطين، يعني احداث ايجابيه باذن الله لبعدين احداث ايجابيه. انا بشكرك جدا جدا جدا. هي قال بس عشان اللقاء ده ما يتفهمش غلط، يعني مش دايما مثلا امك تصحى من النوم مثلا تقول لك ايه انا شفت رؤية، انا حلمت حلم ربنا يجعله خير مثلا، وتقول لك ايه ده امي حلمت لي حلم والله وجالي رزق وبتاع، او حد يقول لك مثلا ده الراجل ده والله ربنا بيفتح عليه بيحس كده بالحاجه بتحصل، او الراجل ده بيفهم الناس. هي دكتوره ليلى كده، هي مش بتعلم الغيب، ولكن هي ربنا انعم عليها بشفافيه لان دي مش اول حاجه تحس بيها وتحصل. الوصف كان دقيق جدا، وهي اوحش حاجه قالتها في المكالمه ان الموضوع هيبقى اصعب، واحنا كلنا عارفين ان هو هيبقى اصعب، بس الدعاء بيرد القدر، وربنا مش هيسكت على الظلم ابدا، وربنا قادر جدا جدا كن فيكون في لحظه في لحظة والله. ده أصل هي ديتها مثلا ينزل إعصار مثلا ولا عاصفة ولا تطير تل أبيب في لحظة بس والله، أو حد فيهم يجيله سكتة قلبية، أو يعني ممكن تخلص في دقيقة، يعني بحل من عند ربنا مش من عند حد. ربنا ينصرنا يا رب. نروح لفاصل ونرجع.